فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن من سب الله تعالى تقبل توبته إذا تاب فلا يقتل، أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل على كل حال ولو تاب؟ من قال هذا؟ ما أعرف أحد قال هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.